ايه بقى الريكويرمنتس والامباكت والبوتنشال كونسيكونس والميثودز اوف كنترولز اللي لازم تتوفر عندنا في الترايد الجميل اللي احنا شفناه او السكيورتي ترايد، في الكونفيدنشاليتي، في الانتجريتي، في الافيلابيليتي. ايه الريكويرمنتس بقى؟ قال لك اول حاجه في الكونفيدنشاليتي، طبعا احنا بنتكلم بقى في السكشن بتاع الريكويرمنتس، لازم يكون عندي بروتكشن للانفورميشن فروم ان اوثورايزد ديسكلوجر. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، لازم يكون عندي حمايه للبيانات من اي افصاح او من اي تهديد او من اي حد بيحاول ان هو يطلع على مثل هذه البيانات. الانتجريتي، الانتجريتي هو كومبوننتس من الانفورميشن وداخل فيه بزنس فاليو والجزء من الاكسبكتيشنز الخاصه بان ما يحصلش اي تعديل على مثل هذا النوع من البيانات، ما يحصلش فورد ولا تزوير ولا انترسبت ولا اي حاجه من الكلام. والافيلابيليتي هي من اسمها كده الابيليتي للاكسس الانفورميشن ريسورسز required by the business process، اقدر ان انا اصل الى البيانات بتاعتي في اي وقت. تمام، بحاول ان انا احافظ على الموضوع ده بنسبه 99.99%. عشان كده لما تسمع ان الفيسبوك اكاونت بتاعك مش قادر تلوجن على الفيسبوك، بس ما تكونش مشكلتك يعني تكون مشكله الجماعه بتوع الفيسبوك، فتكتشف تاني يوم ان بيقول لك انهيار في اسهم الفيسبوك بملايين لان الافيلابيليتي بتاعت الموقع ما كانتش متوفره. فدي نقطه مهمه، فلما تقعد في اجتماع ظريف كده يجي لك شركه كلام بقى كلام انتوا بتحبوه، والشركه دي تقول لك احنا مثلا شركه زي فيم مثلا باك اب سوليوشن، فيقول لك انت عايز تسالهم فتقول لهم يا جماعه والله انتوا الافيلابيليتي بتاعتكم توفروا لي يعني رول باك قد ايه مثلا لو الاكستشينج عندي فيل، او لو عايز مثلا ان انا استعيد داتابيس كامله مثلا خاصه بالاكستشينج، الاكستشينج سيرفر بتاعي كله ضرب وعايز اعمل ريستريشن، اقدر في خلال كام ساعه ان انا ارجع واقف على رجليا؟ فيقول لك والله الافيلابيليتي بتاعتنا طبعا في حاجه اسمها الار تي او، في حاجه اسمها الار بي او، في حاجه اسمها الام تي دي اس. فيقول لك والله احنا لا، ده احنا نقدر نرجع لك البيانات بتاعتك مثلا في 7 ساعات. واحد تاني يقول لك لا في 6، واحد يقول لك في 5. كل ما الناس بتنزل معاك بالارقام كل ما ده كان كويس. فدي اسئله انترفيو واسئله ميتنج، انت قاعد مع ناس فعايز ايه الافيلابيليتي بتاعتك. طيب يجي مثلا في حاليا سوليوشنز كده زي زمان كان يقول لك الدي ان اس، ما فيش حاجه اسمها بديل عن الدي ان اس، في سوليوشنز حاليا ظهرت بتخليك تستغني عن خدمات الدي ان اس اللي بينزل مع الاكتف دايركتوري بتاعك، صدق او لا تصدق، والكلام ده بيتربط كلاود وحاجه اسمها دي دي اي تقريبا. فدي ريكويرمنتس لازم تكون متوفره عندك. طب ايه بقى الامباكت والبوتنشال كونسيكونس اللي ممكن تترتب على عدم توفر مثل هذه الامور؟ يحصل ايه الامباكت بقى؟ ايه اللي يحصل لما مثلا ما يكونش عندي بقى، هنضرب شويه امثله كده، لما ما يكونش عندي كونفيدنشاليتي يحصل ايه؟ قال لك اول حاجه ديسكلوجر اوف انفورميشن بروتكتد باي برايفسي لو. هيحصل بقى ايه؟ تخيل انت يحصل افصاح لبيانات، البيانات دي محميه بقوانين برايفسي، يحصل لوس للبابليك كونفيدنس، ما يبقاش فيه بقى ايه ثقه، ما تبقاش انت مصدر ثقه، بياناتك راحت. الادفانتجز الموجوده عندك والمنافسين ليك في السوق، فالكومبات عندك الناس اللي بتنافسك، لو انت ما عندكش، يمكن كان في وقعات شهيره عن الموضوع ده، تسريب ديزاين خاص بسيارات فراري لشركه منافسه قدرت ان هي تحصل على التصميمات دي. تخيل انت راجل شغال في شركه بتعمل تصميم لعربيه مثلا بملايين الجنيهات، ثم تفاجئ في النهايه ان التصميم ده مع المنافس بسبب ان انت ما قدرتش تحافظ على السنسيتيف الخاصه بهذه البيانات، مشكله. وطبعا اللوس اوف كومبلاينس، الامتثال بتاعك شكلك، بيقول لك الكومبلاينس، اللوس اوف كومبلاينس بتاعك شكلك بقى خلاص ما عندكش شكل امتثال في السوق، وامور كتير جدا. وكمان حاجات مع النيشن سيكيورتي، ممكن تانترفيس، ممكن تخش في مشكله مع النيشن سيكيورتي، مع الامن القومي، لو انت بياناتك دي هتاثر على الدوله اللي انت موجود فيها. كل الكلام ده تعتبر امباكت وبوتنشال كونسيكونس، امور وعواقب محتمله، عواقب محتمله يقابلها ان حضرتك ما بتحافظش على البيانات بتاعتك. لكن خليني اتوقف عند نقطه مهمه جدا، وهو هل المخاطر بس والريسكس بس تتوقف على الداتا؟ وده خطا شائع. هل المخاطر، وهنعرف بقى امتى المخاطر والريسكس بقى والحاجات دي، هل الريسك والمخاطر ينحصر فقط عند الداتا زي ما احنا بنشوف، ولا ممكن الخطر يتمثل على اشخاص، بشر، ناس تموت؟ نشوف الكلام ده لما نيجي في السكشن بتاع الريسك مانجمنت. الانتجريتي بقى، ايه العواقب بقى اللي ممكن تحصل بسبب موضوع ان ما يبقاش عندي حفاظ على، ما اديش بروتكشن على الجزء الخاص بالانتجريتي، ما وفرش الانتجريتي بشكل صحيح؟ فيلير في الهاردوير،
فقدان الامتثال والشكل الجيد زي ما احنا شايفين. زي ما احنا قلنا اي انترسبت بتحصل لبيانات يحصل معها تعديل فشكلك خلاص ضاع، يعني بيانات اتغيرت ممكن على اساسها يحصل اتخاذ قرار بشكل خاطئ، او حتى في امور ماليه زي ما احنا ضربنا المثال الخاص بيه الفاينانس ترانسبورتيشن او التحويل المالي اللي حصل فيه تعديل. طب الافيلابيليتي بقى طبعا هتفقد الفانكشناليتي الخاصه بيك، الخاصه بالاوبريشن بتاعه المكان، البرو اكتيفيتي واللي موجود عندك تايم بيروح، الفاينانس ريجوليترز اللي موجوده برضو مش هتبقى متاحه، وبرضو حق الامتثال برضو شكلك طبعا كومبلاينس، كلمه كومبلاينس كلمه هنعرفها في الجي ار سي او في الجزء الخاص بالجوفرنس، برضو الشكل بتاع الكومبلاينس برضو هيكون عندك خساره للكومبلاينس، وحت انترفيس برضو مع انتربرايز اوبجكتيف بشكل غير مقبول زي ما احنا ضربنا مثال بالمكان اللي حصل فيه شلال فتوقف المكان عن تقديم خدماته لمده 3 اسابيع، وبالتبعيه طبعا ده يعني يترتب عليه عوامل كبيره جدا. فاختفاء عدم تقديم المسج الخاصه بالافيلابيليتي يترتب عليها مثل هذا النوع من الامور. الخصها لك بقى عشان ما تبقاش العمليه صعبه عليك، في الكونفيدنشياليتي البوتنشال كونسيكونس او في الامباكت اللي موجوده عندنا خساره افشاء بيانات ديسكلوجر، منافسين هيحصلوا على هذه البيانات طبعا موضوع حد فقدان المثال ده اساسي، ممكن نتعرض لامور قانونيه كومبيتيتورز يزعلونا، في الانتجريتي تزوير موديفاي نفس الموضوع بالنسبه للكومبلاينس خساره الكومبلاينس، والافيلابيليتي وقت بيروح برود اكتيفيتي تايم بتروح مننا، فانكشناليتي بتقع مننا، وقت مهدر. فتقدر تاخد كل الكلام ده على ان هو الامباكت الخاص بالثلاث اضلاع اللي احنا بنتكلم فيه. طب ادوات بقى الكنترول بقى المسجز في كنترول، ازاي اقدر ان انا اعمل كنترول على الثلاث حاجات اللي احنا قاعدين بنتكلم فيهم بقى لنا ممكن داخلين في نص ساعه. قال لك اول حاجه بالنسبه للفولوينج ميثود اللي بنستخدمها في الكونفيدنشياليتي اساسي معانا حاجه اسمها الاكسس كنترولز، وليها معانا شرح كبير هنشرح ايه هو الاكسس كنترول، وهنعرف الاكسس كنترول ده ان انا ازاي اقدر اوصل للبيانات دي. هل مثلا لو انا بتكلم على ديجيت يبقى عندي مثلا حاجه مالتي فاكتور اوثنتيكيشن او دول فاكتور اوثنتيكيشن، بستخدم الباسورد بتاعي وبستخدم مثلا حاجه زي ديجي سيرت مثلا هاردوير، او بستخدم مثلا بصمه الصباع، او بستخدم مثلا بصمه العين، هنيجي للكلام ده بعد كده. فالاكسس كنترول وهل هو فيزيكال ولا يعني هو ليه كذا حاجه something you know something you have، يعني بتعكسها انت حتى في اسئله عن الموضوع. فده الجزء الخاص بالاكسس كنترول. الفايل بيرميشن الصلاحيات في الوصول للفايل ده، واحنا ضربنا مثال بالفايل سيرفر، والانكريبشن كمان التشفير وعمليه التشفير للبيانات دي. طب المسج اللي احنا بنعتمد عليها بقى في الانتجريتي، هو انت في الداتا عشان الداتا انا ممكن اوصل لها واشتغل عليها، فلازم احافظ على الاكسس كنترول والفايل بيرميشن والانكريبشن. طب الجزء الخاص بالانتجريتي بقى والانترسبت اللي ممكن يحصل على البيانات، فبنستخدم ديجيتال سيجنتشر، بنستخدم هاشز، بنستخدم باك ابس، بنستخدم انكريبشن، بنستخدم لوجن، اكسس كنترول. هتلاقي في حاجات شيرد ما بين الكونفيدنشاليتي والانتجريتي زي الاكسس كنترول والانكريبشن، بس انا مش عارف ليه ما كتبتش عليها شيرد، المفروض يبقى شيرد برضو. فالبرميشن طلع بره الموضوع، فهتلاقي الموضوع كله ايه كريبتو، كلها حاجات ايه فيها انكريبتد. طب الافيلابيليتي بقى ايه المسج اوف كنترول اللي تساعدني على ان انا اطبق الافيلابيليتي في الشكل الصحيح؟ ريدندنسي، يبقى عندي ريدندنسي في النتورك في السيستم في الداتا، يبقى عندي اديشنال سيرفرز موجوده عندي من الدومين كنترولر بتاعي، يبقى عندي اكتر من يو تي ام معمول اكتف باسيف وات ايفر كان الديزاين بتاعه، النتورك نفس الموضوع عندي اكتر من سويتش لاير موجود معايا، الهاي افيلبل سيستمز اللي موجود عندي اركتكتشر، الداتا ريبليكيشن، الباك اب، الاكسس كنترول تاني اكسس كنترول، والويل ديزاين ديزاستر ريكفري بلان اللي بيكون مبني عندي. وزي ما قلت هنتكلم في ديزاستر ريكفري بلان ازاي اعمل ديزاستر ريكفري بلان ديزاين مظبوط، هل اعمله اكتف هل اعمله اكتف باسيف، ينفع يجي الاثنين مع بعض، اخد كومبوننتس من هنا ومن هنا ومشي الكلام ده موجود قدام معانا. فدي الميثودز اللي انا بقدر احافظ فيها على الجزء الخاص بالكونفيدنشال والانتجريتي والافيلابيلتي الخاصه بالبيانات. اعتقد ان احنا شرحناها بشكل مفصل، لو انت ذاكرت السلايد ده بصيت عليه مره في 2 في 3 هيبقى سهل جدا بالنسبه لك، مش لازم تحفظه انه في مصطلحات كتير فمش لازم تحفظه، لكن لما هيجي لك سؤال هتعرف تتعامل معاه بناء على السلايدز اللي قلناها قبل كده وبناء على السلايد الظريفه اللي موجوده معانا دلوقتي.